يا رب احسن ختامنا، يا رب احسن ختامنا، يا رب احسن ختامنا، يا رب ما تحوجنا لحد، ولا الولد ولا البنت ولا لأي حد يا رب، بحق حبيبك النبي. قصة أم عندها ولد وبنت، يعني ما شاء الله ست حلوة متيسرة الحال، أما جوزها توفى بنتها ما رضيتش تسيبها أبدا، وقالت أمي هاخدها تقعد معايا. جوزها رحب جدا جدا، ما قالش أي حاجة ولا احترض، وأخوها ما قالش حاجة، يعني ما قالش أخد أمي ولا حاجة ولا كده، لا ما قالش. البنت خدت الأم عندها أكتر من 10 سنين وهي عايشة عندها، الأم ما شاء الله معاشها حلو، بتدفع جزء بيت بنتها وبتدي لابنها جزء كده علشان يكمل الحياة بتاعته. جوز البنت ما بيبقاش راضي خالص، ولا ياخد منها فلوس ولا حاجة ولا كده، والأم ما بترضاش طبعا، بتقول لأ ده جوز بنتي وكتر خيره إن هو شايلني، وهو شايلها شيلة. البنت بتقول لي والله يا ماما نونة الناس الغريبة بتحسبها حماتي، ما بتحسبهاش أمي، من كتر معاملة جوزي ليها بيحبها، ولو قالت اه يبقى تحت رجليها، يوديها للدكتور هو وبيبشر على كل طلباتها وكل حاجاتها، بصراحة شايلها شيلة انا مش قادرة اقولك بيعملها ازاي. ولو انا بس صوتي كده بيتكلم مع والدتي بصوت عالي شويه يزعل ويقول لي صوتك ما يعلاش على ماما وكده، ويبقى زعلان، وانا اصلا ما صوتي ما بيعلاش على والدتي، لاني والدتي مربيانا تربيه حسنه. فبتقول لي يعني احنا الحمد لله مبسوطين ومتيسرين الحال برضو احنا كمان، وطول ما هي قاعده تدعي لاخويا وتدعي لي وتدعي لجوزي، وانا بقول له انا مش عارفه يعني اودي جميلك ده فين ان انت شايل والدتي، يقول لا ما تقوليش كده دي امي، اوعي تقولي كده ولا تطلعي اللفظ ده من بقك تاني علشان ما ازعلش منك. شفت جوز البنت بقى لما بيكون حنين بيعمل ايه؟ بتقول لي يعني احنا عايشين حياه الحمد لله مستقريه وسعيده وكل حاجه، ربنا كرم جوزها بالحج فقال هاخد مراتي ونروح الحج. طيب في ولادهم بقى معاها 3 بنات، فبتقال لها نوديهم فين؟ خلاص هنوديهم عند اختي. الزوج بيقول لها هنوديهم عند اختي ونودي والدتك كمان معاهم، هما بيحبوا مامتها جدا وقالوا لها هاتيها معانا، فهي طبعا قالت لا ده انا هوديها عند اخويا بقلب بقى وبكده بنفخه جامده. بتقول لي وانا مش متخيله ان اخويا ممكن يغزلني او يزعلني. قلت لهم لا ازاي ده اخويا يزعل ويرفض، ده انا هوديها عند اخويا. فراحت قالت لاخوها، قالت له احنا مسافرين الحجه هنقعد شهر وهديك امك تقعد عندك الشهر ده. تصدقوا قال لها ايه؟ يعني ايه الرد اللي ممكن يكون الابن رد عليه على اخته؟ قال لها هسال مراتي. قالت له ايه؟ هتسأل مراتك؟ قال لها اه هشوف هتقول لي ايه. قلت طب لو قالت لك لا هتعمل ايه؟ قال لها مش عارف، مش عارفه اعمل ايه، خلاص انا ممكن اغضبها الشهر ده عند امها. وصلت لكده، وصلت ان انت بتقول اه ممكن اغضبها بحيث ان هي تقعد الشهر ده عند امها. انا بستغرب على فكره، انا ما بلومش على الزوجه هنا، على زوجة الابن لا ما بلومش عليها، بس كلمه واحده هقولها لها، مثل حطيه في ودانك، يا مرات الابن مسيرك هتبقي حما، يا مرات الابن مسيرك هتبقي حما، وكما تدين تدين. ازاي البنت زعلت وبقت متاثره، وازاي اخويا يقول لي الكلام ده، وازاي ان هو يقول لي يعني اسال مراتي. رجعت لجوزها وهي زعلانه وبتقول له الله خلاص انا قلت لك اختي هتاخد ولادك، هتاخد ولادنا وهتاخد امك كمان. فطبعا هي رافضه، تقول ازاي اودي امي عند اخت جوزي ازاي، وهي ليها ابن عايش على وش الدنيا وبتديله وبتتعب عليه. فيعني حاجه غريبه، حاجه غريبه ان ده يطلع من الابن. ده انا لو مكانك وانا راجل وانا كده، ده انا ومراتي تقول لي لا انا طلقها، اكرم لك ان انت تطلقها، لان هي مش كويسه، هي مش ما عندهاش رحمه. بس العيب مش عليها، العيب عليك انت. فالبنت بتقول لي اعمل ايه، اعمل ايه يا ماما نونة؟ طب هل ان انا ينفع ان انا اودي اخت امي عند اخت جوزي، ولا اديها لاخويا بالعافيه ويقعدها معايا؟ انا مش عارفه اعمل ايه، ارجوكوا تدلوني اعمل ايه. انا عايزه رايكم، وعايزه تعملوا للفيديو ده بالذات شير كتير قوي علشان يمكن يوصل للابن الجاحد ده. كلمة أخيرة هقولها لك، إن الجنة تحت أقدام الأمهات، وكما تدين تدين. النهاردة بترمي أمك
بكرة مراتك هترميك اللي انت بتقول، هسألها واستودعكم اللهم.